الله يكون في عونه ويكون مع الرجال. عبد محمد واحد من ضحايا الحرب في منطقة الوازعية، حيث أجبرته الميليشيات على النزوح والتشرد هو وأولاده العشرة دون رأفة بعمره الذي بلغ العقد الخامس منه ولا بمرضه. نزحنا من أكثر الحرب قالت علينا حروب، يعني من هنا ومن هنا، نحن ضاقت العيش عندنا ودخل نحن خوف وتبهذلنا وتعبنا. رجعنا قلنا بدل ما نصبر للجوع ولا نصبر للحرب، نصبر للجوع، خلي الجوع يطق نحن ولا يطق نحن حرب. برد كبد نحن وما مش معنا قنابل، ما مش معنا بطانيات، ما مش معنا، حالتنا حالة. ما يزيد عن 4000 أسرة غادروا منازلهم بسبب الحرب والقصف إلى قرى المجاورة، افترشوا الأرض والتحفوا السماء ويشكون انعدام أبسط مقومات العيش. الوازعية هذه المديرية التي نزح منها بحدود 28000 نسمة خرجوا من هذه المديرية نازحين، خرج منها 4000 أسرة نازحة إلى خارج المديرية موزعة على عدة مناطق نتيجة للحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي وعفاش على هذه المنطقة وعلى هذه المديرية. نحن شاردين من بيوتنا، لا ماينا لا حطبنا، يعني نحن وقوالنا أصبحنا ضياع، ما معناش لا غبايات ولا معنا ملابس ولا معنا فراشات ولا معنا حاجة الله. تشريد الأسر وتهجيرها أسلوب آخر تنتهجه ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع على مرأى ومسمع من العالم. بين قرى المدينة يتنقل هؤلاء النازحون بحثاً عن لقمة العيش بعد أن شردتهم حرب الميليشيات وغابت عنهم السلطة المحلية كما يقولون. حمزة أمين، قناة بلقيس، النشمة، تعز.